بدوره نائب الرئيس السوداني حسب محمد عبد الرحمن في كلمته الافتتاحية، أكد استعداد السودان الدائم لتزويد تشاد بالمنتجات الصناعية لشركة جادة السودانية. نستمع إلى كلمة نائب الرئيس السوداني. أنا اليوم سعيد أن أقضي ثاني ليلة، هذه الليلة الثانية، وأشكركم على حسن الضيافة وكرم الضيافة، وهذه مجمينا مثل الخرطوم، والرئيس قال شعبي واحد في بلدين، نادم في خرطوم ونادم في مجمينة، ده كله واحد. واليوم جيناكم في مناسبة كبيرة، مناسبة افتتاح معارض مجموعة جياد الصناعية، التي تتكون هذه المجموعة من أكثر من 60 شركة، ولكن الذين يعرضون الآن هم 23 شركة ب 232 منتج في مجالات مختلفة: جرارات زراعية، مدخلات زراعية، ناقلات سيارات، صوالين، ومنتجات في المجال الطبي، في مجال التعليم، في مجال الأساسات، في مجال الكهرباء، في مجالات عديدة. والهدف من هذا المعرض نريد أن نعزز الشراكة الاقتصادية بين تشاد الشقيقة والسودان، ونريد أن ننقل الخبرة السودانية للأشقاء في تشاد مزيد من تعزيز الشراكات، ونريد لجياد أن يكون لها مقر في مجمينة، زي ما وجه السيد الرئيس إدريس ديبي كونو، أن يكون لها مقر في مجمينة، ونحن نوجه جياد قبل أن يغادروا أن يستلموا الأرض ويخططوها أن يكون مركز إقليمي كبير ننقل كل هذه الصناعات إلى مجمينة. كما وجهنا جياد أن ينقل كل خبراتهم للإخوة في تشاد، وأن تكون هناك مزرعة نموذجية يزرعوها جياد ويخططوها بالآليات بتاع جياد، حتى الإنتاج حتى الحصاد. أخي الرئيس، أسمح لي أن أقدر مجيئكم اليوم وافتتاحكم للمعرض وحضوركم معنا جلسات التدشين بصحبتكم الأخ رئيس الوزراء. لن يحصل هذا في أي دولة في العالم.